السلام عليكم ورحمة الله. أجد نفسي مضطرا ونحن ننظر إلى القضايا التي تواجهها شركات المقاولات السعودية مثل سعودي وجي ومجموعة بن لادن وغيرها، إلى أن أتحدث عما حصل مع شركتنا مجموعة محمد المأجل. لقد كنا نحذر منذ 5 سنوات كما العديد غيرنا من مخاطر جدية للغاية يواجهها قطاع الإنشاءات في المملكة العربية السعودية والتي عانت منها شركتنا، ولكن ومع الأسف لم نلقى أذانا صاغية ولم يرد أحد أن يسمع لما كنا نقوله، والآن يجد القطاع نفسه في موقع أسوأ مما كان عليه قبل 5 سنوات. لقد حان الوقت لنتعلم من بعض أخطاء الماضي. ففي ذلك الوقت وجدت مجموعة محمد المعجل نفسها في وضع صعب، فاستعنا بأفضل مستشارين دوليين لمساعدتنا في إصلاح أوضاع الشركة، ولجأنا إلى الجميع للجهات الحكومية وهيئة السوق المالية، وتوجهنا إلى المصارف طلبا للدعم والوقوف مع الشركة. ومع أن المشكلة لم تكن محصورة على الشركة إنما هي في القطاع ككل، فإن أحدا لم يرغب في أن يستمع إلينا. انظروا أين أصبح القطاع اليوم، كم شركة تعاني من خسائر، وكم منها تأخر في دفع المستحقات، وكم منها وجوده أصبح مهددا. لقد أصبح الوضع أسوأ من ذي قبل. لقد تمت التضحية بمجموعة محمد المعجل وخصوصا بالمؤسس وبي شخصيا. لقد جعلونا كبش الفداء في هذه القضية مع أننا لم نرتكب أي شيء خاطئ ولسنا مجرمين. لقد كانت الشركة التي أسسها والدي قبل 60 عاما شركة ناجحة جدا وتشكل ركنا في مجالها. وفي العام 2008 كان أداء الاقتصاد في المملكة وقطاع الإنشاءات جيدا جدا، وأرادت عائلتي أن تضمن استمرارية الشركة للأجيال القادمة، ولقد عملنا مع هيئة السوق المالية ومع الاستشاريين على ترتيب الطرح الأولي لأسهم الشركة وإفساح المجال للمساهمين الأفراد للمشاركة في هذا النجاح. ولقد اتبعنا توجيهات الهيئة والمستشارين العالميين خلال مرحلة الاكتتاب العام بأكملها، وحددوا لنا سعر الاكتتاب، وتمت عملية الاكتتاب وفق أعلى المعايير وبمساعدة أفضل المؤسسات الاستشارية كمكتب وايت أند كيس ودولويت وإتش إس بي سي، وكان الاكتتاب ناجحا جدا. ولكن مع الأسف بعد عملية الطرح العام وبعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 اهتز سوق المقاولات برمته. كان هناك أوجه قصور جدية في عقود المقاولات في السعودية، حيث كانت بدائية وحصل تحول جذري، إذ أن الشركات الدولية العاملة في قطاعنا أصبحت تلقي المخاطر على المقاولين المحليين، أي على شركات مماثلة شركتنا. ومما يؤسف له جدا أن إدارة مجموعة محمد المعجل بعد الاكتتاب العام لم تتصرف بخبرة وتظهر قدرتها على التعامل مع الضغوط التي تعرض لها القطاع، ونحن حيث كنا الأوائل الذين أعلنوا عن هذه المشاكل وكنا الأكثر شهرة. ولكن عند النظر إلى حال القطاع اليوم يتبين لنا أن لم يكن بإمكان أي إدارة أن تتعامل مع المشاكل التي يواجهها قطاع المقاولات، فالوضع الذي نواجهه جدي جدا. لقد تحمل الضرر الأكبر إن على الصعيد المالي أو السمعة كل من مجموعة محمد المعجل وعائلتي، ومع ذلك فالأشخاص الذين تحملوا الضرر الأكبر من قرار الهيئة وقف التداول على أسهم المجموعة هم المساهمون الصغار، وأنا أتعاطف بشكل كبير معهم وأشعر بالحزن لما تعرضوا له. ولكن الحقيقة أن جعلنا والدي وأنا، مع أننا لم نخطأ بحق أحد، كبشي فداء لمشكلة أكبر بكثير لقطاع المقاولات بكامله، هو عمل غير منصف وليس فيه عدل ولا يساعد أطلاقا في حل المشاكل الأكبر. إنما نراه اليوم في سوق الأسهم والصعوبات التي يواجهها قطاع الإنشاءات تدل على أن المشكلة هي أوسع بكثير. وبالعودة الآن إلى المثال الذي تقدمه مشكلة سعودي وجيه ومجموعة بن لادن وغيرهما، فهم شركات خاصة لم تندرج في سوق الأسهم، ولذلك لم يفصحوا عن نتائجهم المالية على غرار مجموعة محمد المعجل، ولكن من الواضح الآن أنهم تعرضوا إلى المشاكل ذاتها. إن التطلع إلى المستقبل يتطلب من الجميع استخلاص الدروس والعبر من الأخطاء والعثرات التي ما زالت تواجه قطاع المقاولات، وما حصل مع مجموعة محمد المعجل ولعائلتنا ولمساهمي الشركة وموظفيها يجب أن لا يسمح له بأن يتكرر بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.